كابتن يحيى، يمكن نصرة من اللاعبات او كابتن فريق نموذجي. بص ناس طبعا كابتن فريق طبعا، واي كابتن فريق النادي الاهلي حاجه كويسه طبعا، وتبقى حاجه شرف لاي لعيبه ان هي تبقى كابتن فريق النادي الاهلي. نصر طبعا السنه دي طبعا غير السنه اللي فاتت، السنه دي بصراحه شايل حمل كبير كان جوه الملعب وبره الملعب. نصر كانت بتلعب السنه اللي فاتت او السنه اللي فاتت كمان كان عبء عليها كمان ان هي تلعب خط خلفي، السنه دي غيرت لها مركزها ان هي تلعب سنتر فيرود، واجادت بطريقه رائعه طبعا ان هي اجادت كويس جدا كمان. يعني انت غيرت لها المركز كمان المركز وهي اجادت فيه بصراحه، يعني هي فرقت كتير جدا معاها ان هي تلعب في المركز ده، وحفظته بسرعه جدا جدا جدا. وحتى كمان كان عندي اصابات في الوينج ليفت الفتره اللي فاتت دي كلها، وحتى لعبتها في ماتش الشمس اللي هو نهائي الدور ال لعبتها وينج ليفت وينج مش وينج ليفت، وكان مذاع واجادت يعني لعبتها في مركزين غير مركزها. هي بتلعب خط خلفي يا باك يمين يا باك شمال، كان سنتر كان سنتر شمال وسنتر هاف. لا لعبتها سنتر فيرود، سنتر فيرود انا اسف. يعني حتى في الماتش الاخير بتاع الزمالك اللي هو نهائي الكاس ده كانت بتلعب سنتر فيرود، ماتش الشمس اللي هو الاخير برضه في بطوله الدور الثاني كانت بتلعب وينج. ودي انا شايفها دي، بص يعني اللعيب يعني يلعب اكتر من مركز، انا شايفه لقطات من ماتش الشمس ميزه. انا عندي مثلا سندس هي اصلا سنتر باك سنتر هاف يعني، بس ساعات بلعبها باك ليفت فعلا. يعني ساعات بس دي بتبقى ميزه ان اللعيب يبقى عنده اكتر من مركز. انت لما تكون بتختار تيجي لعيب، لما اختار لعيب في مركز واحد، ولا ممكن لعيب يلعب مركزين او بيجيد في مركز 100% ومركز ثاني مثلا 80%، ده بتحطه في اولوياتك اصلا طبعا يعني. فدي بتبقى حاجه كويسه طبعا. غير طبعا دلوقتي ان اي تعليمات دلوقتي من اللعيبه والحاجات دي كلها لازم طبعا كابتن الفريق هو اللي بيديها للعيب. اذا كان في جروب مثلا عندنا بالظبط، مثلا في تعديل ميعاد الحاجات دي كلها، لم الفريق، اتكلمي مع الفريق، مواعيد التمرين، ميعاد الجيم، ميعاد الاكل، الكلام ده كله بقت هي خلاص هي نصر ما بتهزرش الحاجات دي خالص.